الزرفلون أحلى سوسيترز في الكون، أتمنى أن تكونوا بخير. ننتقل إلى الخبر. كاردي بي تقول إنها تقدمت بطلب الطلاق فقط لتعليم أوفسيت درساً. من المعلوم أن كاردي قررت إلغاء طلاقها من أوفسيت بعد شهرين تقريباً من تقديمها الأوراق في محكمة أتلانتا في سبتمبر. كما تعلمون أغرق نجم ميغوس كاردي ببعض الهدايا باهظة الثمن في عيد ميلادها 28، وشهد الزوجان لاحقاً وهما يتصالحان في حفل عيد ميلادها. قالت لمعجبيها على وسائل التواصل الاجتماعي: من الصعب عدم التحدث إلى أفضل صديق لك، ومن الصعب حقاً ألا يكون لديك علاقة. في مقطعين صوتيين على موقع تويتر كشفت كاردي أيضاً عن أن سبب طلبها في البداية للطلاق من والد ابنتها كولتشر البالغة من العمر 2، قالت: لقد أردت أن أبذل قصارى جهدي لتعليم درس سخيف وملف سخيف للطلاق، يمكنني أن أفعل ذلك، إنها حياتي وأنا لا أتلقى أي إساءة سخيفة. كما قالت كاردي: إنها حياتها وهي حرة في فعل ما تريده بالضبط، لذلك تمنوا لها الأفضل فقط. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب، نحبكم.